مشاهدينا، أعلن قصر باكنغهام في بريطانيا الجمعة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 99 عاما. وذكر القصر في بيان أن الملكة تعلن ببالغ الأسى وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرا، مضيفا أن الأمير فيليب نقل إلى المشفى مؤخرا بسبب وعكة صحية وتوفي صباح اليوم في قلعة وينسور. وقال الأمير فيليب في وصيته أنه لا يريد ضجة بشأن جنازته ولا يريد أن يسجى جثمانه في قاعة وستمنستر التاريخية والتي تستخدم للاحتفالات العامة الرئيسية والتأبين بحسب موقع مترو البريطاني. وفي السياق، نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأمير فيليب قائلا أن البلاد في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة. نتابع. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد انور قاسم الكاتب والاعلامي. ارحب بك سيد انور. من هو الامير فيليب وماذا يمثل للعائله المالكه في بريطانيا؟ يعني كما نعلم هو زوج الملك، هو الزوج وهو الاب وهو الجد، وهي الفتره التي حكمت فيها الملكة كانت هي أطول فترة في تاريخ بريطانيا، وهو كان الذراع الأيمن لها وكان القدوة كما قالت في الذكرى 50 لزواجهما، وقالت إنها كانت تستمد القوة والعزم من الأمير فيليب. يعني هو نعم كان دائما يقف خلف الملكة باعتبار أن المراسم الملكية تقتضي ذلك، لكن هو كان على الدوام مستشارا ومقربا مع الملكة، خاض مع كل الأحداث السياسية لنقل في البلاد. أيضا هو كان طرفا رئيسيا في سلاح البحرية البريطانية. هو يعود أيضا أصله من عائلة ملكية يونانية أتى إلى بريطانيا، وأيضا تخلى عن مذهبه في اليونان وأتى إلى بريطانيا كي يأخذ الجنسية البريطانية، وبالتالي كي يستطيع أن يتزوج الملكة. والبريطانيون ينظرون له باعتباره عسكريا مخضرما وأيضا رجلا شديد البأس. نعم لم يكن يقوم بمهام خاصة هو لوحده، لكن كل ظهور الملكة في كل المناسبات القومية والوطنية وأيضا مع دول الكومنولث والزيارات كان دائما إلى جانب الملكة البريطانية، إضافة أنه كان أبا لأولاده الأربعة ولولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ثم أصبح جدا لثمانية أحفاد. طيب، أشرت إلى أن أصوله يونانية ومن عائلة مالكة كانت في اليونان، إذن هو مهاجر ربما نسميه أو منفي من اليونان، وتزوجته الملكة. هل نحن أمام حالة تعددية عريقة في بريطانيا وما زالت مستمرة تعددية في الزواج الملكي في وبريطانيا، العائلة المالكة في بريطانيا عائلة عريقة تعتبر؟ نعم، هذا كلام دقيق تماما. أيضا التقاليد الملكية البريطانية تقاليد متجذرة،
لكن هذه العائلة التي مرت بالكثير من الأحداث الهامة عبر تاريخها حقيقة بدأت تتغير مؤخرا بعد موت الأميرة ديانا. باتت يعني العائلة الملكة أقرب إلى الجماهير مما كانت في السابق، ثم أيضا حينما رضيت الملكة بأن يتزوج الأمير هاري من سيدة أمريكية، أيضا هذا كان تغيرا كبيرا. هناك الكثير من الأحداث التي جدت الملكية البريطانية، دخلت منذ الثمانينات في مجموعة كبيرة من التغييرات، سواء بالمصاريف أو سواء أيضا بالظهور أمام الإعلام أو أيضا سواء بقرب الأسرة الحاكمة من القرارات السياسية. هي اتخذت دائما الأسرة الحاكمة اتخذت دائما مسافة، فكانت هي تملك ولا تحكم، وبقيت على هذا المنوال. أنا أعتقد بموت الأمير فيليب، وهو كان مستشارا ومقربا جدا من الملكة وزوجا وأبا أيضا، أنا أعتقد أن هناك قد تحدث بعض التطورات في العائلة المالكة، مثلا مثل أن نشهد الملكة أن ربما تتخلى عن العرش لولي عهدها الأمير تشارلز، أو أيضا ربما يتخلى الأمير تشارلز عن مكانته مثلا لابنه ويليام كي يصبح الملك المقبل. يعني هناك توقعات كثيرة قد تحدث في الملكية بعد رحيل الأمير فيليب. طيب سيد أنور، يعني لوحظ في وصية الأمير فيليب أنه قال أنه لا يريد ضجة بشأن جنازته ولا يريد أن يسجى في قاعة وستمنستر، كيف تقرأ هذه الوصية؟ يعني الرجل أولا يعني كما نعلم هو كان مريض منذ 5 سنوات، وقبل 5 سنوات تعرض أيضا لحادث بسيارته وسحبت منه رخصة القيادة. الرجل مريض ودخل المشفى في أكثر من مناسبة، والتالي هو كان يعني يعلم أنه يعني يقترب من الرحيل، وبالتالي أيضا عاصر فترة كورونا، وبالتالي شعر بمدى الخطورة التي تكمن في التجمعات. وبالتالي أنا أعتقد أنه قبل أن يرحل هو أدرك تماما أنه حتى برحيله سيغير شيئا من البروتوكولات البريطانية. كما نعلم هو الآن يعني هذه الجنازة لن تكون على الطراز البريطاني أو التقليد الملكي البريطاني، ستختلف كليا من حيث الإجراءات، من حيث استقبال الزعماء. هذه ستكون جنازة بسيطة جدا، حتى أن الملكة طالبت مثلا من المواطنين البريطانيين بعدم الذهاب وإرسال الورود إلى المقرات الملكية في المملكة المتحدة، أيضا طالبتهم بعدم التجمع. إذن سيكون هذا يعني ستكون مراسم التأبين والوداع مقتصرة فقط على العائلة المالكة وبأضيق حدود. هذه لم تحصل على الإطلاق، لن يكون هناك دعوات للملوك لا للرؤساء لا للزعماء، وبالتالي يعني نستطيع أن نفهم هذه الإجراءات وفق المعايير الصحية البريطانية، إضافة إلى أن الملكة أيضا محجورة وموجودة في قصر وينزر، وأيضا من الخطورة عليها حقيقة أن تظهر للعامة في هذه العمر المتقدمة. نعم، أشكرك جزيلا سيد أنور القاسم الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر سكايب من لندن.